قطعت قواتنا المسلحة عملياتها الناجحة في مدينة القصير ودكت أوكار إرهابيين وقضت على أعداد منهم وألقت القبض على أعداد أخرى. مراسلنا الحربي معين درغام واكب عمليات جيشنا في مدينة القصير. مشاهدينا الكرام، نحن الآن داخل مدينة القصير في وسط المدينة بشارع خالد بن الوليد كما نشاهد بالصورة. هذه هي دائرة زراعة القصير التي كان الإرهابيون يقومون بالاختباء داخلها وجعلها أحد مقراتهم للاعتداء على المواطنين. أيضا من هذا الاتجاه يبدأ الحي الشمالي، حيث بواسل الجيش العربية السورية أيضا داخل هذا الحي تقوم بملاحقة العصابات المسلحة ودك أوكارها في الحي الشمالي. معنا أحد القادة الميدانيين داخل مدينة القصير، حدثنا كيف سيطرتوا على الشارع، كيف عم تعاملوا مع الإرهابيين؟ بعون الله تعالى والحمد لله تمت بواسل القوات المسلحة قامت بالسيطرة على دائرة زراعة القصير، وهي مثل سكة القطار مثل ما شايفينها، وتتابع قواتنا المسلحة التقدم داخل الحي الشمالي للمدينة. كيف معنويات الجيش؟ معنويات عالية جدا والحمد لله، وسنتابع التقدم بكل عزيمة وتصميم حتى تحرير هذه المدينة من العصابات الإرهابية المسلحة. كما نشاهد أفعال الإجرامية للعصابات المسلحة في مدينة القصير، كيف قامت بتفخيخ منازل المواطنين والقيام بهدمها وتهجير أهلها. كما نشاهد هذه قاعدة رشاش دوشكا كانت موضعة على أحد السيارات، وكانت العصابات المسلحة في مدينة القصير تقوم باستخدامها للاعتداء على المواطنين وحواجز الجيش في المدينة. ندخل إلى أحد مقرات الإرهابيين في مدينة القصير، بالطبع هو كان منزل لأحد المواطنين في المدينة، قامت العصابات المسلحة بالدخول إليه وجعله مخبأ ووكر لها. لنشاهد كيف قامت بتخريب هذا المنزل. كما تشاهدون بعض الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل وحدات الجيش العربية السوري. هؤلاء الإرهابيون كانوا داخل مدينة القصير يقومون بالاعتداء على المواطنين داخل المدينة. من أي كتيبة أنت؟ من أي كتيبة؟ كتيبة الفاروق. لمين تابع؟ لأبو السوس. بخطة ثابتة يتابع الجيش العربي السوري تفكيك منظومة إرهابهم. لأخبار التلفزيون العربي السوري، معين درغام، مدينة القصير. وأيضا أجرى مراسلنا الحربي في ريف القصير معين درغام لقاء مع أحد بواسلنا الذي شرح تطورات الوضع الميداني في القصير. أنهينا حتى الآن المرحلة الأولى من العملية العسكرية في القصير، والآن بدأنا المرحلة الثانية، هي القضاء على فلول الإرهابيين، وهذه تتم القضاء على الإرهابيين في الحارة الشمالية وفي في المزارع الغربية للقصير، وتم ملاحقتهم ودك أوكارهم، وتم مقتل عدد كبير من الإرهابيين وأغلبهم من المرتزقة والسلفيين وجنسيات عربية وأجنبية، وتتم الآن دك أوكارهم في هذه المنطقة، وبإذن الله خلال أيام قليلة ستعلن عن القصير مدينة آمنة بجهود بواسل الجيش العربي السوري معنهم. شو بتخبرنا عن معنويات بواسل الجيش؟ الحمد لله رب العالمين، معنويات الجيش عالية وبهمة قوية، تتم ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم باندفاع قوي جدا.
يعني اليوم شو بتقدر كيف كانت نسبة نجاح العمليات داخل المدينة؟ نسبة نجاح العمليات عالية جدا، حيث الإرهابيين يقاتلوا بيتم انسحابهم بشكل قوي أمام رجال جيشنا الباسل، وانسحبوا إلى أوكارهم، والآن تتم بإذن الله تطهير هذه الأرض من هؤلاء الإرهابيين القذرة.